سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تقطيع فري فاير. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، وبعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن فري فاير خاص بكم. سوف يظهرنا على هذا الشكل. عندما تجدون بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن فري فاير خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد، قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم فري فاير. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة.